بنات مصر مواليد 98، اول افريقيا، اهلوا ريو دي جانيرو، حاجه مشرفه، حاجه تخليك قاعد كده مليان فخر واعتزاز. انا مبسوط جدا انا ونجلة احنا قاعدين في وسطهم. طبعا ما داسوش على زرار بام اول افريقيا، ما داسوش على زرار تاهله، طلع علم ضحوا بحاجات كتيره جدا عشان يوصلوا للموقف دوت وللمرتبه دي، وان هم يرفعوا علم بلدهم في يوم من الايام. تعالوا نتعرف عليهم ونتعرف على مدربهم ونتعرف على دكتور اماني عبد الكريم، عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد المصري والمسؤول عن الانشطه الخاصه بمنتخبات البنات. خلونا نقول صباح الخير يا فندم. صباح النور. اسمي منى امين، مدرب الفريق. كابتن محمود حسن، اهلا بيك. وطبعا الفريق كله هتعرفنا عليه، كابتن الفريق لما الشواربي. لما ازيك، اخبارك ايه؟ اهلا بيكم، منورينا. صباح الفل. الاول صباح الفل، منورينا. وانا شخصيا مبسوطه جدا 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 ان يعني فريق جميل بنات زي الفل. دكتور منى بحيي حضرتك طبعا على كل البطولات اللي بتتم. خلونا نبدا من الاتحاد عشان الاتحاد هو الاساس في كل حاجه. طبعاً. مش كده طبعا. دكتور منى، ازاي بيتم يعني رعايه الفرق المختلفه خصوصا لما يكون منتخبات مصر في لعبه زي كره اليد؟ الحمد لله كره اليد الانسات والسيدات بدات تاخد حظها في مصر من حوالي سنتين تقريبا. بدأنا كاتحاد جديد برئاسة الدكتور خالد حمودة يهتم بالبنات اهتمام في علم، في نهتم بايه، مين، ازاي، عشان نصل الى العالمية. بيبقى في اختيارات في الاول بتتم، وبعدين بينتقى مجموعة بنات سواء لمنتخب 96 او 98 او حتى 2000، وبيتعمل لهم برنامج تأهيل وتدريب واحتكاكات مصري ودولي عشان نصل الى اللي احنا محتاجين نصل له. يعني مثلا الفريق دوت مواليد 98، ده احنا بدأنا معاه من حوالي سنة ونص تقريبا، واخد حظه كويس في السفريات وفي التدريب وفي المعسكرات وكل حاجة، الى ان وصلنا بيه في يناير اللي فات طلعنا ثالث بحر متوسط، وده انجاز. اول مره نشارك في البحر المتوسط كانت البطوله ال11، واول مره نشارك فيها وطلعنا الثالث. والحمد لله في يوليو اللي فات اول مره برضو نشترك في البطوله ال11 برضو مع بالصدفه يعني في افريقيا، بطوله افريقيا مواليد 98، وطلعنا فيها الحمد لله الاول وكسبنا دول كانت هي ابطال افريقيا في السنين اللي فاتت كلها، وتاهلنا لاول مره في تاريخ مصر لكاس العالم. ان شاء الله هيبقى ان شاء الله في 2016 يوليو اللي جاي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب كابتن محمود، المجهود والتعب وانك توصل مش سهل، احكي لي كده، واخترته ازاي يعني عشان تختار من هذا الكم من الانديه وتطلع الكوكبه الجميله الشباب الحلو ده اللي يرفع علم مصر؟ وصلتوا ازاي للمجموعه دي؟ هو في البداية الاتحاد حط خطة جمع فيها بنات كتير من كل الأندية، ادينا فرص للناس كلها. وصلوا مثلا 35-40 بنت لغاية ما صفناهم على 20-24 بنت، بيصفر منهم 16 بس بيشاركوا في البطولة. كل ده بيبتدي بيتحدد على حسب الشغل اللي بيعمله الاتحاد، سواء قياسات بدنية أو فنية أو الكلام ده كله. من خلال الملعب كل واحدة بتثبت وجودها بقى، بترحى بقى خلاص. تمام. يعني تاخد فرصتها وتعيش. هي تورينا نفسها. تاخد فرصتها خلاص. شوية تريح، تبص تلاقي واحدة تانية مكانها على طول. مكانها على طول. فاحنا ما عندناش. ده شهريك. لا ما عندناش شهريك. أولاً أنا مشفقة عليك يعني مع مجموعة البنات الجميلات دول الشقاوة. قاعدين حوالينا صحيح مش باين في ممكن في الكادر. انا عايزه اقول كل 2-3 كده اوه، انا مشفقة عليك اصلا. انا هقول لك حاجه، هم اصلا عاشوا مع بعض اكتر ما عاشوا في بيتهم يعني. انا عايزه كده نعرف اسمائهم برضو لان مهم ان احنا يعني برضو حقهم ان كل واحده تقول اسمها والناس تعرفها. طب ما تخلينا نبتدي من كابتن الفريق لما خلينا ناخد بس المايك عشان تعرفنا على الشباب، كل واحده البنات الحلوه. لما الشواربي كابتن الفريق. لما الاول دي ميداليه ذهبيه سمحتي. بعد شقه انا لما الشواربي، حسين وحيد، لولا شريف، ريم ربيع، مريم الشرباجي. لا استني بالراحه عشان الكاميرا تجي عليهم بس. عشان الكاميرا تجيب الناحيه الثانيه بقى. اوكي. مريم الشرباجي. ارفع ايدها على طول، اسمع اسمه ارفع ايده. الدنيا صار. ياسمين عبد الرحيم. ثواني يا لمى، ثواني اقعد يا لمى، ثواني اقعد يا لمى عشان الكاميرا بس. كده يا. رنا قولي بقى من عندك اسامي. رنا فتحي، رنا محمد،
شيماء صبري، ليلى وائل، ياسمين جمال. تمام، كوكبة يعني جميلة ما شاء الله. خلينا نروح للمى. انت كنت رايحين متأهلة انك تعملي حاجة في البطولة الافريقية ولا رايحين تمثيل مشرف زي ما كل الناس بتحب تسمع كده؟ انا الكلمة دي بتعفرتني يعني. تمثيل مشرف؟ لا مش اكثر تمثيل مشرف، انا رايح اجيب رقم واحد، رايح اجيب البدلة الذهبية ولا ايه؟ احنا اول ما المنتخب اتعمل كان الكلام واضح جدا للاتحاد معانا، احنا مش عايزين تمثيل مشرف، احنا عايزين تبقوا حاجة، يا تبقوا يا ما تبقوش. فالموضوع كان بالنسبة لنا اللي هو يعني يا هنبقى موجودين، لو ما عملناش حاجة مفيش منتخبات بنات لفترة ثانية لغاية ما يبقى في جيل تاني طالع يبقى كويس. الحمد لله لما رحنا البحر المتوسط ورجعنا الميداليه حسينا ان الموضوع مش صعب، على قد تعبنا خدنا الميداليه البرونزيه. تعبنا اكتر بكتير من البحر المتوسط، وكانت معسكرات اكتر بكتير، وزي ما كابتن محمود قال احنا كنا عايشين مع بعض مثلا 3 شهور، ممكن 3 شهور قعدنا مثلا 2 3 مع اهلنا في البيت. بعديها رحنا افريقيا، كله كان مخوفنا ان البيئه صعبه هناك وهتقابلوا بنات ناشفين، وانتوا بالنسبه لافريقيا يعني بسكوت قوي. لا بس ايه، انا بس الحمد لله. لا 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 ده كلام مش كده ولا ايه؟ مصريين يا بنت طبعا يعني. بس الحمد لله رحنا اول ماتش خسرنا بس فرق واحد، بس بعد كده الحمد لله كسبنا الماتشات كلها وكسبنا انجولا بطل افريقيا مدة 10 سنين فاتوا. صحيح، وده انجاز لوحده يعني، دي بطوله لوحدها، دي واحده بطوله ثانيه يعني. دكتور منى حضرتك قلتي لما وفرت لهم المناخ قدروا ان هم يثبتوا نفسهم. ده صحيح. واعتقد ان اي اتحاد في اي لعبه من الالعاب لابد ان هو يلتفت لده، يعني قد ايه لما بنقدم الرعايه للولاد والبنات بيقدروا ان هم ينجزوا. هل ده عمل نوع من التغيير في الفكر في اداره الانديه واداره المنتخبات المصريه في كل المجالات؟ طبعا، هو كان الكلام الاول قبل الاتحاد دوت ان لا مفيش بنات في مصر هاندبول، ومصر بعيده قوي عن افريقيا في الهاندبول، وعمرنا ما هنكسب الكاس، وعمرنا ما هنروح كاس عالم، هو ده كان الكلام عموما يعني. وبعدين احنا لما جينا اتغير الفكر، لا قوي زي ما لما قالت وزي ما حضرتك قلت، مش عاوزين التمثيل المشرف، خلاص فقره التمثيل المشرف دي خلصت، دلوقتي احنا في فقره البطوله منافسه. وكنت بقول كده في الاجتماعات الاولانيه خالص، ومحدش كان مصدق من الناس، لا احنا هنكسب بطوله افريقيا وهنتاهل لكاس العالم، دي عمرها ما حصلت في مصر وعمر ما حد اتكلم بالثقه دي. بس انا ثقتي في البنات وفي الجهاز الاداري والفني كان رائع، لان هم فعلا بنات عاوزه تعمل حاجه، والطاقم الفني والاداري فعلا متحمسين وعايزين يثبتوا ان لا في مصر بنات هاندبول يقدروا ياخدوا بطوله افريقيا ونقدر نتأهل لكأس العالم، مش صعبة. صحيح، لأن احنا كل حاجة زي ما حضرتك قلت بالتمرين الكافي والإعداد الكافي هنصل إلى اللي احنا أكيد عايزينه، لكن بالإحباط لا ما نقدرش، لا مش هينفع، مش هنوصل لحاجة أبدا. 98 ده ثانوية عامة؟ احنا شايفهم بس لما نيجي يتحركوا انا هتجنن، عايز اعرف الشمس مبهدلاهم طبعا، على ايه هم الثلاثة مبهدلاهم في الطرب كده يعني، كلمة وضحك كده وفي ثانوية عامة. دي المسألة العادي. خلصت ولا لسه داخلين؟ لا هي خلصت واحنا اللي كنا. عملت ايه؟ خدي المايك كده واحكي لي عملت ايه؟ خلصت. الدنيا مشيت تمام يعني الحمد لله، دخلت كلية انت حباها؟ الحمد لله. الحمد لله. ما كان صعب انك توفقي بين الدراسة عشان بس ياخدوا الاكسبيرينس بتاعتك، ولا كان سهل ولا كان ايه؟ يعني لا هو كان صعب عشان كل يوم تمارين ومعسكرات وكده، فكان صعب ان احنا نروح الدروس ونرجع التمرين. طب باباكي ومامتك كانوا باكينج ليكي في الموضوع ولا قلت بقى خلينا نقول بقى خلينا نركز ثانويه عامه والكلام ده كان ماشي ازاي؟ لا اكيد كانت ماشيه مع الدراسه وماشيه مع التمرين. تمام تمام. عايزك تحكي على ايام الامتحانات اللي كنت بتيجي فيها التمرين وترجعي تاني. كنت بخلص امتحان الصبح واجي التمرين بالليل. كابتن محمود كان بيعمل معاكي ايه ساعتها؟ يعني كان كابتن انا كان باكلها مثلا. يعني كان بيعمل ايه التصرفات؟ لا كان بيشجعنا طبعا يعني ان احنا نوفق بين الاثنين. كان معانا حد في ثانويه عامه تاني غير كله؟ ما شاء الله. كله كان مين كانت في ثانويه عامه برضه السنه دي؟ انا فعلا. طب مسكي المايك. ايه الاخبار؟ خلصت؟ عملت ايه؟ ما خلصت؟ الدنيا كانت صعبه. امال كانت ما مش كانت معشوقه؟ الدنيا مش الكابتن كان مدينا فرصه ان احنا نروح دروسنا ونرجع تاني، بس طبعا نعلي صوتنا نقرب المايك شويه والضغط، فهي دي كانت بالنسبه لنا حاجه ثقيله. كنت تعرفي تركزي في الدراسه وفي نفس الوقت في الضغط العصبي على المباريات والماتشات والتمرين؟ هي المفروض احنا بقالنا يعني كتير بنلعب، اكتر من 10 سنين بنلعب رياضه، فاحنا دي حاجه اوريدي متعودين عليها. بس كانت صعبه طبعا عشان ثانويه عامه ومستقبل والناس بقى الاحباط، بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا. لا تمام الحمد لله. طب عايز ياسمين اسال ياسمين حاجه؟ بصي محدش سامعنا، قولي لي بقى قولي لي بقى انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ عايشتوا مع بعض طبعا اكتر ما انت عايشه في البيت يعني، التمارين والمعسكرات والحاجات دي كلها، الدنيا كانت بتبقى ماشيه ازاي؟
وكواليس كده المعسكرات. اهدى واحده في الفرقه دي. اهدى واحده؟ ده لو وقعت غلط يعني. انا كنت لسه هقول لك انتوا بتعملوا ايه في المعسكرات بالليل وبتناموا كده؟ اهدى واحده في الفرقه اه يعني. بس عايزه اقول ان اهدى واحده دي هي اللي ممكن تكشف لنا الاوراق كلها. يعني لا هي مش اهدى واحده هي اشقى واحده. اه ما انا بتعملوا ايه بقى في المعسكرات كده؟ ارفعي المايك. لا احنا كنا عايز يعني كنا بنقعد مع بعض كتير، اللي عنده مذاكره بيذاكر، قاعد اللي فاضي، اللي عنده دروس بيروح. كنا عايشين مع بعض. لا واضح وصريح. بقول لك بتعملوا ايه في المعسكرات؟ بنعمل ايه؟ الساعه 9 بالليل زي الكابتن بيقول لكم، ولا بتقعدوا بتاع بعض تهرجوا في الاوض عادي؟ مش هسمع مشكله. ايوه بتهرجوا بس مش ما تقولي. ها وايه كمان؟ كنا عايشين حياتنا عادي يعني، بننام طبعا في ميعادنا. اه بس محمود مين اكتر حد تعبك في البنات؟ مين اللي شقي هنا بشقاوته وبالمقالب؟ حضرتك نشنت يعني. اه واضح ان انا نشنت فعلا. تمام. طيب اللي جاي بقى كابتن، ايه البطوله اللي جايه؟ اللي جاي بقى مختلف تماما يعني. يعني اذا كان هم تعبوا مثلا بنسبه 60 70% لا 120%. تمام. انت تتكلم في كاس عالم، ما بنهزرش، ولا في افريقيا كنا بنهزر، بس الفكره بقى لازم تبقى مختلفه تماما في الفتره الجايه ان شاء الله. اعداد وتعب مضاعف وامكانيات مضاعفه، والاتحاد بصراحه مش سايبنا يعني. تمام. دفعوا ورانا بكل الامكانيات المتاحه. تمام. ملناش حجه. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله كده في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله. بجد انا كنت مبسوطه انا وحاتم جدا بوجودكم معانا النهارده. ربنا يوفقكم يا رب كده، وتقدروا تحققوا كل اللي انتم عايزينه على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام باذن الله. هنفضل متابعينكم على طول. وكابتن احمد نورتونا، وشكرا جزيلا لحضراتكم. شاكرين جدا. ومزيد من الدعم للبنات الجميلات دول. احنا متشكرين عن اهتمامكم بينا واهتمامكم برياضه البنات عموما، وشكرا جزيلا. شكرا. نقابلكم المره الجايه واحنا راجعين من بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا. طيب خلص وقتنا النهارده للاسف. اه مضطرين نختم عشان هيقطعوا علينا خلاص. احمد هياكلني في ودني عمال يقول لي يلا يلا. نشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. باذن الله.